اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مع بدايه الاسبوع طبعا متفقين ان بتكون فقره تدريبيه تعليميه لهواه المطبخ والمبتدئين كمان. يعني نقول الف باء مطبخ مش قوي كده، يعني احنا شطار على فكره حتى لو دخلنا المطبخ في كل اوقاته. معانا النهارده البيتزا، هنعملها بفكر جديد في الطاسه ازاي، والعجينه هتبقى مختلفه. متعودين على البيتزا في مقاديرها بيكون في خميره، مش هتدخل خميره النهارده، هتكون المفاجاه هنعمل عجينه البيتزا ازاي. معانا التشيكن تندر اللي بناكلها ببعض المطاعم بتبقى كريسبي، يقول لك عايز معاها صوصات ايه، عايز بطاطس، عايزها كومبو مش كومبو، الجو اللي احنا عارفينه بتاع المطاعم ده بلاش منه. انا هخليكي تعملها في البيت تبقى كريسبي، وتعملها سبايسي او مش سبايسي حسب رغبه ولادك وزوجك اهم حاجه. معانا كمان البسطرمه، متعودين على طبق البيض بالبسطرمه بيكون فطار الصبح. النهارده هنعمل عجينه الطعميه، معانا مع بعض العجينه جاهزه، ولكن هنعمل الطعميه محشيه بسطرمه بفكر الشيف المغازي للمبتدئين في المطبخ، ولكن من غير ما نحمرها في الزيت. حلقه مهمه جدا، فقره تعليميه تدريبيه لهواه المطبخ، ما زلت بكرر وده عنوان الحلقه. عايز حضراتكم عندنا بنوته حلوه، عندنا الشباب الحلوين اللي قاعدين في البيت النهارده، بنحب نتابع المطبخ، بنحب نخش المطبخ. هنبدا مع بدايه الاسبوع ان شاء الله نعرف ازاي نخش المطبخ، وزي ما قالت الست ام كلثوم واثق الخطوات يمشي ملكا حتى ولو في المطبخ. اطرحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا نعمل مع بعض دلوقتي الطعمية محشية بسطرمة، واحنا شغالين في البيتزا عادي، اللي نفسه في حاجة هنعملها بالحشوات اللي انتوا عبينا. مقادير الطعمية محشية بسطرمة، مقاديرها على الشاشة. عجينة الطعمية مقاديرها بسيطة جدا، كلنا شاطرين فيها. فول مدشوش بتاعنا بيتنقع من بالليل، بصفوا المية بتاعته ما نستخدمهاش بعد ما نغسله كويس، بنطحنه وبنزله في المفرمة أو في الكبة، بياخد الخضرة بقدونس وكزبرة وشبت، بتاخد توم، بتاخد بصل، كمون، كزبرة ناشفة عشان مشاكل الكولون. بنفرم العجينة بتكون معانا بالشكل ده كده على الشاشة زي الفل. ومعانا طبعا في المقادير كمان بيض وبسطرمة ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض بالظبط ازاي. وفي تركاية هنا هي سر النجاح، دايما سر النجاح له مفتاح بندور عليه، احنا هندور عليه مع بعض دلوقتي. اول حاجه اللهم صل على النبي، باخد كده بيضه اهي، والثانيه مش هناكل طعميه وبس، لا كمان هرم غذائي، قيمه غذائيه عاليه جدا. ونستاذن فريق العمل الجميل بتاعنا مقادير عجينه البيتزا اللي بنعملها في الطاسه، ونشوف مع بعض دلوقتي الجبنه ساحت ولا ما ساحتش. انا حطيت معلقة بيكنج باودر مع معلقة دقيق، بنزل بعجينة الطعمية. الله عليك يا عم الشيف. ما بقاش فول وبس بقى، ده بقى هرم غذاء هنا، واحنا عارفين في طعمية بالبيض كلنا عارفينها طبعا عند اخواننا بتوع الطعمية. بس لما تعملها عجينة الطعمية زي اللي معايا دي كده، بعد ما تنزليها على المفرمة أو في الكبة ما تستخدمهاش على طول، سيبها وقت تقريبا 20 دقيقة عشان تبقى لطيفة معانا، وكمان في نفس الوقت ما تتحمرش من بره وتبقى من جوه نيه. قلبنا العجينه بالبيض، معلقه دقيق، معلقه بيكنج باودر، بقى معانا الخليط ده كده. هي تركايه صغيره، اول ما تشوفها دلوقتي هتقولي ايه الشيف المغازي، فعلا مفاتيح وسر النجاح في جبنه. زي الفل. عايزين نشوف الطعميه اللي محشيه بسطرمه دي من غير ما تتحمر في الزيت، الاختراع بتاع المغازي. احنا مع بعض هنطلع من الفرن الطاسه اللي هنحمر فيها الطعميه واللي هنقلي فيها الطعميه، ولكن الموضوع مختلف معانا. حلو الكلام. ومقادير البيتزا موجوده على الشاشه، ادي الطاسه اللي هنحمر فيها الطعميه مع بعض. اللهم صل على النبي. انا جايب قوالب الكب كيك حاطط فيها زيت، الله عليك يا شيف، حاطط فيها زيت، والزيت ده سخن طبعا معانا، خلي بالك. وهنيجي دلوقتي نحط عجينه الطعميه محشيه بسطرمه. زي الفل. اول حاجه بنحط المعالق في الميه كده. ليه يا عم الشيف؟ عشان العجينه ما تمسكش
في المعلقه. شايفين الجمال والحلاوه؟ تاني. العجينه استوت قبل ما تخش الفرن. ايه الجديد هنا بقى يا شيف؟ حالا اصبري على رزقك يا ست الكل. ايه الجمال ده؟ هي خلاص استوت كده؟ لسه هتخش الفرن ولسه هنحط فيها بسطرمه، نحط فيها جمبري، نحط فيها بصل مكرمل زي ما انت حابه. التركايه هنا قوالب الكب كيك حطينا فيها زيت ودخلناها الفرن، بلاش على عين البوتاجاز عشان النار بتتمركز في مكان واحد وتسخن معانا بالشكل ده كده. ناخد البسطرمه الحلوه، ازود بسطرمه عينيا بالشكل ده كده. عملنا 2 3 4. انا شخصيا بحب الطعميه بالبسطرمه. طبعا هنا سخونه الزيت في قوالب الكب كيك لما طلعت من الفرن كده انا ضمنت ان عجينه الطعميه استوت من تحت واتقرمشت من تحت بمجرد ما حطيت العجينه. ده المطبخ، انا بشرح هنا. لما احط دلوقتي طعميه على البسطرمه وادخلها الفرن، هنا الفرن هيحتويها من فوق وتحت بالنار تستوي معايا، وكده حمرت طعميه محشيه بسطرمه من غير ما احمر على عين البوتاجاز ولا الزيت يكون محروق معايا. ارجع تاني للمعلقه بتاعتي واخد عجينه كده واحطها. الله عليك وعلى والديك. ده المطبخ. شايفين انا بعمل ايه اهوت؟ مكرونه بشاميل بكل تفاصيلها ان شاء الله انتظروها مني يوم السبت برضو في فقره تعليميه تدريبيه للمبتدئين في المطبخ، لان ما زلنا بنسال المكرونه البشاميل بتتعمل ازاي، الفراخ البانيه بتتعمل ازاي. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف؟ درجه حراره الفرن عندي 180. السؤال المره دي للمخرج بتاعنا، دي هتتحط فين مكانها بالظبط الطعميه، في الطاسه ولا بره الطاسه؟ يا بنت قال لك السر في الطاسه مش في الكراسه. زي الفل كده. ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ نظره من الفرن كده على طعميه مقليه محشيه بسطرمه بالشكل اللطيف الحلو ده كده للمبتدئين في المطبخ. هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. نعم يا غالي، عينيا، قال لي فين الطعميه؟ عايز شم ريحه طعميه، انت عارف الزيت بقى والقلق بتاع الزيت في البيت. انا عايزك تخش كده معانا فرسان التلفزيون المصري نجيب الطعميه وهي بتغني في الفرن مع الزيت. ايه الجمال والحلاوه دي؟ جيب لي الطعميه. الله يرضى. ايه الجمال والحلاوه دي؟ الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها، طعميه مقليه محشيه بسطرمه من غير ما تتحمر في الزيت. عجينه الكريب السما، خلاط اللي بتضربي فيه موز بالحليب، هتحطي كوباية دقيق مع كوباية ونص من الحليب، معلقتين زيت واتنين بيضة تضربوهم في قلب الخلاط، بعد كده تركنيها على جنب لمدة 10 دقايق يا سما. وبعدين نجيب طاسات اللي موجودة عندك في المطبخ بتاعتنا وبتاعت الجيران عشان نعمل 20 30 واحدة ونوزع على أصحابنا وحبايبنا. حلو الكلام؟ وهنطلع الطعمية. زي الفل. ايه الجمال والحلاوة؟ حلقتنا النهاردة تعليمية تدريبية لكل المبتدئين في المطبخ. حاضر عينيا، هوريك الطعمية. والله انت ونصيبك بقى، قول يا رب، واللي معاه ربنا كسبان. ايه الجمال والحلاوة دي يا عم الشيف؟ لا تلزق مين يا غالي؟ ألف بقى مطبخ يعملها زي ما أنا بعملها كده. ومستوية من جوه ومن بره. أنا بيضايقني أوي لما بشتري طعمية بلاقيها مقرمشة من بره ومن جوه عجينة، ما بعرفش أكلها على فكرة. حلو أهو. عينيا. حاضر. مش بقول لكم أنا معايا مخرج عايز يوريني بقدر الإمكان إن أنا فاشل مش ناجح. طب أعمل إيه فيه ده؟ أعمل فيه إيه؟ بيقول لي بقى طعل واحدة بالسكينة ووريني بقى العجينة من جوه هو مستوية ولا مش مستوية، ولا حد بيوزك قول لي. هتخليني اغرف دول هقطع لك واحده،
حاضر عينيا، هتخليني اغرف دولت اقطع لك واحده بس. اه دي في هنا يعني ايه مبادره. اديني اقل حاجه نص دقيقه هنشوف الفراخ وتشوف الطعميه من جوه مستويه. حاضر حاضر حاضر. اه ما بتقلقش. اه اشيل ده من هنا زي الفل. يلا اللهم صل على النبي. فقره تدريبيه تعليميه مع بدايه اسبوع سعاده وهنا لكل اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.